بكم متتبعي مطبخ تقواجوري، اليوم بإذن الله جيتكم بواحد مملحات على شكل بابيون. كنتمنى من ربي يعجبوكم. مهم استعملنا جوج شكيلات بابيون، شكل عادي اللي كنعرفو كنا، وهذا الشكل الثالث ديال البقايا ديال العجين اللي كيشيط لينا. ما ضيعناش، قطعته عشوائي وحطيته حتى هو كيتكال. ما نقولش لكم القرمشة والريحه ديال زيت العود، زيت الزيتون، يا سلام. كنتمنىكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير وينال الفيديو الاعجاب ديالكم. مهم نبداو على بركه الله. عندي هنايا في المقادير كناخذوا في هذا الهاشوار، هذا كنديروا المقادير كلها وكنطحنوها. كما كتعرفوا البرد هذا الزبده ما كتبغيش تطلق لينا بصعوبه. مهم استعملت هنايا ثلاثه الجبن، ثلاثه ديال القطع الجبن مثلث ولا مربع. استعملت هنايا 125 غرام ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده اللي عندك، اي نوع ديال الزبده عندك. عندي هنا راس ملعقه ديال الفلفل الحار وملعقه صغيره ديال الملح. كما كتعرفوا حيت هادو مملحات خاصهم يجيو مالحين، وضربتهم مزيان في الهاشوار كما شفتوا معايا. وكأس ديال الزيت، كأس زيت المائده، زيت الزيتون. بصراحه جربوا هاد زيت الزيتون، كيجي فيه واحد، كيعطي واحد المذاق رائع للمملحات ديالنا. مهم نعاود نضربهم ثاني حتى يوليو على شكل بوماد بحال هكا كما كتشوفوا معايا. وغادي نوضعهم دابا في الاناء، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا. عندي هنا كميه نص كيلو ديال الدقيق. كما قلت لكم بما ان هادو مملحات ساهلين بساط، ما فيهم لا بيض لا حليب، ما استعملش فيهم كما شفتوا الحليب، ما استعملش فيهم البيض. غادي نجمعهم غير بالماء. هانتوما شوفوا الزبده ديالنا ولات على شكل بوماد، غادي تسهل علينا العمليه العجن. الصيف الا كان الصيف بلا ما نديروها كاع في الهاشوار، كتكون تبارك الله هي اصلا كتكون دايبه، ولكن في الحال بارد ضروري ما نستعملو الهاشوار، كيسهلها علينا بزاف. المهم دابا غنبقاو اضافه الدقيق، وغادي نجمع كما قلت لكم بالماء. الماء ما غاديش نستعمل بزاف، انا استعملت هنا جوج كيسان ديال الماء، خاصها تبقى بين وبين، ما تجيش ثاني قاصحه. انتما غادي تشوفوا معايا كتبقى رطبه. وغادي نضيف كما قلت لكم نصف ديال الساشيه ديال الخميره ديال الحلويات، ما نستعملش وحده، غنستعمل غير نصف. غادي تساعدنا، غادي تنفخهم شويه وغادي تعطيهم ديك القرمشه صافي. وغادي نبقى نعجنها بحال هكا، وانا كنتحكم في القوام ديال العجين تحت ايديا، كنعجن وكنتحكم فيه صافي. وغادي نقسمو كما قلت لكم على جوج، غادي نستعمل هنا جوج ديال جوج، واحد ابيض والاخر غنضيف فيه فلفل احمر. هانتوما شوفوا العجين كي تيجي رطب، ما كيمحلنا ما حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا العجين تبارك الله كيجي رطب صافي. كنقاد كنساوي الكريات ديالي وغنديرهم في البلاستيك باش ما يتقرمشوش ليا، باش ما ينشفش الوجه ديالهم. هانتوما شوفوا تبارك الله كتيجي. عندي هنايا صلصه حاره، وعندي هنايا الكيتشوب، وغادي نضيف معاهم فلفل احمر التحميره، وغادي نعجن مع اضافه الدقيق طبعا. كما شفتوا الصلصه سائله كيتشوب سائل، غادي تبقى العجينه كتلصق صافي. غادي نبقى ندلك مزيان حتى تاخذ ليا، حتى تاخذ اللون الاحمر. انتم شفتوا مع اضافه الدقيق كنضيفوا الدقيق غير بشويه، غير العجينه ما تبقاش تلصق لينا في سطح العمل. وغادي نحبسوا. انتم ممكن اضافه الزيتون الاسود نطحنوه، نضيفو معاه الزعتر، ممكن اضافه اللي بغينا الالوان،
اللون الاخضر نديرو القزبر والمعدنوس نطحنوهم ونضيفوهم حتى هما، كيجيو ملونات طبيعيه وكيجيو زوينه، كيخليو لينا واحد المذاق في العجين ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كنبقاو ندلكو حتى كيولي لينا اللون احمر ولا الوردي. من بعد ما كملنا كنرجعوهم البلاستيك وكنغطيو عليهم. دابا غادي نبداو بالبيض باش سطح العمل ما يتوسخش لينا، كنخليو الاحمر هو الاخير، حيت الا درنا الاحمر وعاود درنا البيض غادي توسخ لينا سطح العمل، وهاد البيضه غتجيني ما غاتجيش زوينه، غادي يدخل فيها اللون الاحمر. المهم كنبداو بالبيض هو الاول. صافي نتوما شفتو من بعد ما سرحتو قطعتو حتى ولا على شكل مستطيل. صافي وكنقطعو بحال هكا مستطيلات صغار وكنضغط عليهم ساهلين، كنضغط عليهم في الوسط مزيان، ومع العجينه عندنا طريه راه ما كيتفكو ما حتى شي حاجه. ها نتوما كما كتشوفو كنضغط مزيان، كنضغط وساهلين ماهلين، ما كياخذوش لينا الوقت، كيطيبوا مره واحده وما فيها باس. نبدلو من الشكل العادي اللي كنخدمو به ديما. صافي هنا الشيتا، هنا الشيتا فيها بيض ديال البيض، كندهن واستعملت انا بودور الشيه، هي المتوفره عندي. اللي ما عندوش بودور الشيه يدير سميتو يدير السانوج، حتى هو كيجي زوين. بديت دابا بهاد الحمره هذه باش ندخلها الكونجيلاتور، خليتها عاديه من الوسط، خليتها عاديه. يدك ولا ماشي لبسو، واش خليتيها حتى 110؟ اللي بغى يزوقها من الداخل يزوقها، اللي ما بغاش يخليها بحال هكا عاديه. صافي ملي كنقطعها كنبدا نقاد الدوائر ديالي هكا، كندخلهم الفران يطيبوا. وهذوك البقايا اللي بقاو ليا كما شفتوا غادي نقطعهم عادي، المهم ما صورتش الفيديو باش ما يجيكمش طويل، كنقطعهم عادي وكندخلهم الفران يتحمروا. وها هو الشكل النهائي ديالنا من بعد ما كيوجدوا، ما نقولش لكم كيجيو رطبين وكيجيو مقرمشين، يا سلام. وحتى هاد البقايا كيعطيو واحد المنظر زوين. هانتوما شوفوا قطعتهم عشوائي، غير سرحت ديك الكره البيضاء وقطعتها بالجراره على شكل طولي، وعقب قطعتها ثاني تعطاتني هاد الشكيلات. وهداك العجين الاخر الاحمر حتى هو درت نفس الشكل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه.